على حبابي والمؤمنين ثانية لقبول الأعمال وقضاء الحوائج الثالثة فلاح الشهور أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام نيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن أخواني وجيراني وأماتي ومن قلد للزيارة والدعاء بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاءت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك إلى جواره وقبضك إليه باختياره لك كريم ثوابه وألزم أعدائك الفجة في قتل مياك مع مالك من الحجج الفارغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة صفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لصوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحتي لقائي متزودة التقوى ليوم جزائي مستنة بسنن أوليائي مفارقة لأخلاق أعدائي مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والت وسبل الراغبين إليك شارعته وأعلى من قاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من أجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة ولغاثة لمن استغاث بك موجودة ولعالم من استعان بك وعداتك لعبادك وزلل من استقالك مقالته وأعمال العاملين لديك محفوظة
قوته وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلته وعوائد المزيد إليهم واصلته وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك مغفورة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومنايل الظمأ لديك مترعة اللهم فاستجيب دعائي واقبل ثنائي واعطني جزائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى كف عنا أعدائنا واشغله عن أذانا واظهر كلمة الحق واجعل العليا يا الله واتحب كلمة الباطل واجعل السفلى يا الله إنك على كل شيء قدير السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين فأشهد أنك لقيت الله الله وأنت شهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائي ومن ظلم ألقى على ذلك ربي إن شاء الله يا ولي الله إنني ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربي فإن لك عند الله مقام معلوم وإن لك عند الله جاه وشفاعة وقد قال الله تعالى والله لا يشفعون إلا لمن ارتضى نعم يا زوار المؤمنين هذه الليلة آخر ليلة مع الإمام إن شاء الله دائما وأبدا نكون مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يلي تودع إمامك في هذه الليلة أقول لي يا علي وداعا يا علي صحت بدم العبرة أنا مثل ما ودعتها
فاطر الزهر. أحلفك يا علي يا دمعتي الفقرة أريدك للموالي أريدك للموالي بقبرة حضر. أي والله شلون ليلة يمر بهذا الإنسان عندما الله يأخذ أمانته. أنا أقول لي يا علي أحلفك يا علي بدمعة الفقرة أريدك يا علي يا علي أريدك يا علي للموالي بقبره تحضر. أنا أقول له يا علي أنا بحبك يا علي أنا بحبك يا حيدر عاقد أمالي. وعليك المصطفى والزهرة تبراني أنا أريدك بالحشر أريدك أريدك بالحشر تشفع لي الوالي 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 الوالي. أنا بدون أنا بدون ذنب أسود يضل حالي. إي بعد إيش عندك يا الموالي يا اللي جاي لعلي ابن أبي طالب. أقول له أقول له علي علي بيوم المنية يا علي يا علي يا علي بيوم المنية لا المنية لو غفت عيني أنا عيني أريدك بالقبر تحضر تسليني يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي دخيلك يا علي اي والله دخيلك يا علي بنصرخ تنجيني علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي دخيلك يا علي بنصرخ تنجيني. هو عليك الزهرة يا حيدر تحاميني ابدمع عينك تودعك وانت تفهمه وفراقك يا علي صدق يألمه وادع عنك وداع العافة.